الملك الأردني يقول إن الميليشيات الشيعية زادت من عمليات تهريب السلاح والمخدرات جنوب سوريا بالتزامن مع تراجع الدور الروسي. مع سعيه إلى محاصرة شمال سوريا غذائياً، نظام الأسد يسعى للاستيلاء على المحاصيل الزراعية وإحراق الخارجة عن سيطرته. على مدار عام كامل، أبرز الصعوبات والعقبات التي واجهت قطاع التعليم في الشمال السوري. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية إن النظام في سوريا متورط بعمق في تجارة المخدرات، بينما اتهم الملك الأردني الميليشيات الشيعية بزيادة عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر سوريا. يأتي ذلك في وقت ضبطت فيه الأردن كميات جديدة من المخدرات عبر الحدود. التقرير والتفاصيل. جميع صفقات المخدرات في سوريا تتم بحماية نظام الأسد، نظام متورط بعمق في هذه التجارة التي يعتمد عليها بتمويل نفسه لضمان الاستمرار. هذا ما قالته مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير لها عن تجارة الكبتاغون في سوريا. تقرير الصحيفة عن تورط النظام ليس الأول عالمياً، وربما لن يكون الأخير في ظل استمرار خروج المخدرات من سوريا إلى دول العالم والجوار. الأردن الجارة الجنوبية وعلى لسان ملكها عبد الله الثاني وجه من جديد خلال مقابلة على قناة CNBC الأمريكية اتهامات للميليشيات الشيعية داخل سوريا بتهريب المخدرات والسلاح عبر أراضيها، معتبرا أن تلك الزيادة هي نتيجة تراجع الدور الروسي على إثر الحرب الأوكرانية. لا ينهي الملك حديثه حتى يعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولة تهريب جديدة ل716,000 حبة كبتاغون قادمة من سوريا. ليس الأردن وحده من يعاني من التجارة التي وصلت دولاً أوروبية وعربية، كان آخرها الكويت التي أعلنت عن ضبط كمية مخدرات في المطار قادمة من تركيا لصالح سوري مقيم فيها، بلغت قيمتها 32,000 دولار أمريكي. تستمر التجارة ومعها يستمر النظام الذي يعتمد عليها في تمويل نفسه بحسب دير شبيغل، بينما لا تنقطع التخوفات العربية والغربية من تحول سوريا إلى إمبراطورية للمخدرات في عهد النظام بحسب ما وصفتها الغارديان. كل هذا يجري دون الوصول لآلية تمنع الضرر الحاصل من التجارة على السوريين ودول الجوار والعالم. ينضم إلينا سيد ياسر الرحيل كاتب صحفي من اسطنبول. مرحبا بك سيد ياسر. التصريحات الأردنية تشتد، ولكن إلى الآن لا يوجد أي تحرك على الأرض. ما هو المتوقع برأيك سيد ياسر؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين جميعا. يعني للأسف لا يوجد أي تحرك فعلي، لكن يوم أمس أيضا أعلن الملك الأردني عن وجود تحالف يشبه الناتو، ويبدو أن الغاية من هذا التحالف أن تكون هناك قوة فاعلة عربية تواجه المد الإيراني وتجارة إيران من المخدرات والسلاح باتجاه الأراضي الأردنية وحتى دول الخليج. وهذا التحالف يبدو أنه يعني يتضمن دول من الخليج وحتى مصر وربما تركيا، لأن كلام وحديث الملك الأردني أتى بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى كل من مصر والأردن وأخيرا إلى تركيا. فربما يكون هناك تحرك فعلي في الأيام القادمة ضد هذا الوجود، يعني خاصة مع أيضا عدم الاتفاق وعدم وضوح ورؤية الاتفاق النووي الإيراني. أيضا بالتالي سيد ياسر، بالتالي سيد ياسر، كيف سيؤثر ذلك على علاقات الأردن مع نظام التي تطورت مؤخرا؟
الأردن أعتقد في الفترة الأخيرة أنهم يعني شاهدوا وتعلموا أن في فترة قبل 2018 كانت عندما كان يسيطر الجيش الحر والثورة السورية كانت بشكل كامل في محافظة درعا، شاهدوا ووعوا أن كان هذا حتى لصالح الجانب الأردني، لأنه منذ عام 2018 إلى اليوم يعني آخر شهر فقط هناك 5 محاولات تهريب كبرى للمخدرات، أما بالك عن اشتباكات وقتلى من الجيش الأردن وغيرها، ويعني ويعني البعد بعد الاستراتيجي لمثل هذه التجارة. وبالتالي العلاقة الأردنية مع النظام كيف ستكون؟ ربما ستسوء في قادم الأيام. هي بالأساس ليست متينة أو قوية، هي فقط يعني تعتمد على بعض الخطوط وخاصة التجارية، لكن أعتقد بعد هذه المحاولات الإيرانية المستمرة، ويعني ربما تسوء هذه العلاقة بشكل أكبر، كون هناك تقارب خليجي كبير مع الجانب الأردني في قضية الوجود الإيراني في سوريا وفي المنطقة بشكل كامل. هل الأمر مقتصر على الأردن برأيك؟ لا بكل تأكيد السعودية يعني فاعل كبير، يعني كنت قلت لك وأكيد شاهدت حضرتك قبل أيام زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملك الأردن، والتصريح الأردني أتى بعد هذه الزيارة عن وجود تحالف قادم عربي يشمل الأردن يشبه تحالف الناتو ضد روسيا، ويبدو أن هذا التحالف سوف يكون ضد إيران ودروعها في المنطقة. أشكرك السيد ياسر الرحيل كاتب صحفي حدثتنا من اسطنبول. قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن عودة نظام الأسد إلى مقعد سوريا في جامعة الدول العربية يحتاج إلى توافق عربي غير متاح الآن. أضاف زكي في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه في حال استشعار الأمانة العامة للجامعة بالتوافق العربي اللازم حول إعادة النظام سيتم الأمر على الفور. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كشف عن محاولات لإشراك نظام في القمة العربية خلال الفترة المقبلة من خلال إحداث توافق عربي على ذلك على حد قوله. يواصل نظام الأسد الضغط على السوريين من خلال قصف محاصيل القمح في الشمال السوري وفق صحيفة العرب الجديد، في حين حذرت منظمات دولية من مخاطر انقطاع المساعدات الإنسانية الواردة عبر معبر باب الهوى. المزيد في التقرير التالي. الجوع أو الركوع هو الشعار الذي رسمه عناصر نظام الأسد على جدران مدن سورية محاصرة خلال الأعوام الماضية، يعود ليفرض نفسه على المشهد السوري اليوم مع سياسة النظام المتواصلة في التضييق على قوت الشعب السوري الأساسي القمح. بالتزامن مع حصاد محصول القمح لهذا العام، يكثف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية قصفها على الحقول الزراعية في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي وفق صحيفة العرب الجديد. كما أشارت الصحيفة إلى أن تلك القوات تتعمد بشتى الوسائل منع المزارعين من الاستفادة من محاصيلهم الزراعية، معتبرة أن زراعة القمح في سلة غذاء سوريا محافظة الحسكة تشهد تراجعاً مضطرداً وانهياراً لم يتوقف لأسباب تتعلق بالحرائق وعدم توفير لوازم العمل وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذه المخاطر تترافق مع تحذير أطلقته منظمات إغاثية دولية من مساعي النظام وروسيا قطع الإمدادات الإنسانية عن شمال غرب سوريا بإغلاق معبر باب الهوى، محذرة من عواقب استلام نظام الأسد ملف المساعدات الإنسانية، خاصة مع التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا حول سوريا الذي أوضح أن أكثر من 14 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. نعم، إن قيام النظام بمثل هذا العمل لا يختلف كثيرا عن السياسة التدميرية التي لا يزال يتبعها منذ أكثر من 10 سنوات ضد المناطق المحررة، ومن خلال قصفه وتدميره لمحاصيل القمح فهو يعي تماما أهمية هذا المحصول الاستراتيجية في منظومة الأمن الغذائي للمناطق المحررة، ويدرك تماما أن هناك الكثير من الجهود المبذولة التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني في دعم سلسلة القيمة
لمحصول القمح الاستراتيجي نظرا لأهميتها في قطاع الأمن الغذائي ونظرا لما عانته المناطق المحررة في ظل انعكاسات الحرب الأوكرانية. المعطيات والواقع والتحذيرات الأممية وضعف الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا أمور تزيد الواقع تعقيداً، لا سيما أن النظام يسعى لإغلاق الإمداد الغذائي والإنساني المتدفق من باب الهوى، وبالتالي إكمال طوق الحصار على قوت السوريين وأرزاقهم، وهو ما سيكون أشبه بحصار غذائي للملايين من أهالي المنطقة. أصيب ثلاثة من موظفي مؤسسة كهرباء ريف دمشق التابعة لحكومة نظام جراء انفجار في محطة حرارية لتوليد الكهرباء. وقال مراسلنا إن الانفجار وقع في برجين داخل محطة الناصرية الحرارية في القلمون الشرقي بريف دمشق أثناء عمليات الصيانة والتشغيل فيها، وأسفر عن إصابة ثلاثة موظفين. تم نقلهم إلى مشفى المجتهد في العاصمة دمشق وتحويلهم إلى العناية المشددة بسبب حالتهم الحرجة. ضربت فجر اليوم عاصفة مطرية ترافقت برياح شديدة محافظات حلب وإدلب ولاذقية، تسببت بوفاة صياد وإصابة آخرين وأضرار في الممتلكات. وقالت صحيفة الوطن الموالية إن أحد الصيادين في منطقة أبو هاني الساحلية توفي وأصيب اثنان آخران جراء غرق مركب الصيد أثناء العاصفة، إضافة لتسجيل أضرار في الممتلكات وشبكات الكهرباء في المحافظة. في حين قال الدفاع المدني السوري إن مخيمات عدة في أرياف حلب وإدلب تضررت بشكل متفاوت جراء العاصفة، بالإضافة لإصابة رجل بكسور إثر انهيار حائط مسكنه المؤقت في مخيم بريف حلب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. كفاح أم عبد الله، امرأة تحدت مصاعب الحياة وافتتحت مطعما في مدينة إدلب لتعيل نفسها. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. وسط صعوبات تعليمية مر بها خلال العام الدراسي، أنهى طلاب الشهادة الإعدادية في مدينة الباب شرقي حلب امتحاناتهم الدراسية الأخيرة، والتي بدأت في منتصف شهر حزيران الحالي واستمرت حتى 23 من الشهر ذاته. المزيد في التقرير التالي. على الرغم من العوائق والمشاكل التي عصفت بالقطاع التعليمي لهذا العام الدراسي في مدينة الباب شرق حلب، إلا أن العملية التعليمية تابعت مسارها بصعوبة حتى الامتحانات الأخيرة التي استطاع طلاب الشهادة الإعدادية إتمامها. هذا العام بكافة مشاكله ومحاسنه لله الحمد انتهى. طبعا كانت الأسئلة تراوحت ما بين السهلية ومتوسط صعوبة، وبعض المواد كان هنالك في شيء من الصعوبة. لله الحمد يعني أنهى طلابنا الأعزاء هذه الامتحانات. مآزق واسعة لحقت بالقطاع التعليمي منذ بدايته واستمرت حتى نهاية العام الدراسي، والتي كان منها إضراب جزئي وشامل للمعلمين، فضلا عن مشاكل لوجستيات أثرت على المستوى التعليمي للطلاب بشكل كامل.
كالسنة كتير صعبة، يعني أولا بإضراب الأساتذة، ولما رحنا على الفحص تفاجأنا بأسئلة كتير صعبة بالرياضيات والإسلامية. الرياضيات يعني الأسئلة كتير صعبة وجابونا من برات المنهج، تفاجأنا كل الطلاب إنه جابونا من برات المنهج، وطبعا بالإسلامية كمان جابونا من برات المنهج، وهذا الشيء غلط لأنه الإسلامية يعني بدها شيخ لحتى يحسن الحلفيات. الامتحانات أجريت في 4 مراكز، 2 منهما مخصصان للذكور، ضمت 1400 طالب وطالبة، منهم 374 طالبا من فئة الأحرار، وكان ذلك بإشراف مديرية التربية والتعليم واللجنة التعليمية التابعة للمجلس المحلي في المدينة. بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية في 23 من شهر حزيران الحالي، يتجهز طلاب الشهادة الثانوية في مدينة الباب أيضا لتقديم امتحاناتهم النهائية في 26 من الشهر ذاته. من مدينة الباب شرق حلب، محمد السباعي، حلب اليوم. ينضم إلينا دكتور جهاد حجازي، وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة من غازي عنتاب. مرحبا بك دكتور. عام كامل كان مليئا بالصعوبات، لعل أبرزها الإضرابات التي جرت ومن ثم الفوضى الأمنية. ما خططكم للعام المقبل دكتور؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا، شكرا لكم وشكرا للسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا فهمت من التقرير أن التقرير هو حول شهادة التعليم الإعدادي التي أجريت في مديريات التربية التي يشرف عليها المجالس المحلية، وفي الواقع هي حاليا هي شريحة من شرائح التعليم التي لا تشرف عليها الحكومة السورية المؤقتة. طبعا نحن يعني نقوم بمشاورات وترتيبات إن شاء الله بالتعاون مع جميع الجهات المهتمة بالتعليم، لأن تكون الحكومة السورية مؤقتة متمثلة بوزارة التربية والتعليم هي المشرفة على هذه الامتحانات. طبعا رغم ذلك نشكر كل من يقدم خدمة تعليمية، ونشكر من أسهم في إنجاحها، ونشكر كل القائمين عليها. حقيقة نحن شركاء في هذا الأمر، لكن حقيقة فهمت من التقرير أنك سألت عن الامتحانات التي تجريها المجالس المحلية ومديريات التربية. دكتور يعني من المفترض بالحالة الطبيعية أن تكون معظم التعليم يتبع للحكومة المؤقتة، كم نسبة المؤسسات إن صح التعبير التي تعمل خارج إطاركم في هذه المنطقة؟ في الحقيقة يعني صراحة نحن يعني يتكلمنا كثيرا أن هنالك ما يشبه نوع من التنوع في الشهادات، وهناك وهذا أصبح أمر لا يخفى على أحد وأصبح معروفا من قبل الجميع أن هنالك شهادة إعدادية، شهادة تعليم أساسي وشهادة ثانوية تشرف عليها الحكومة السورية المؤقتة، وهنالك شهادة مشابهة لها تشرف عليها المجالس المحلية. تكلمنا مع جميع الجهات وهنالك مشاورات واتصال مباشر وتواصلات من أجل توحيد هذا الملف تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة متمثلة بوزارة التربية والتعليم. وهذا الدكتور يعني سينعكس على طبيعة التعليم والأساليب المتبعة فيه بشكل إيجابي. أنا يعني بالطبع أولا تخليص الطالب من حالة الحيرة التي يتعرض لها بداية كل امتحانات كل عام، حيث أن هنالك الكثير من الطلاب الذين يتقدمون للامتحانين، وهذا يشكل عبء كبير جدا على الأهالي وعلى الطلاب وعلى ذويهم. توحيد هذا الملف أصبح ضرورة قصوى، أنا يعني أقولها أن توحيد هذا الملف أصبح ضرورة قصوى، وإعادة الأمر إلى نصابه أصبح أمرا مهما. الوزارة، وزارة التربية والتعليم، تقوم وتشرف على هذه الامتحانات منذ عام 2013، وحاليا في هذا العام بلغ عدد الطلاب المتقدمين لدى وزارة التربية والتعليم حوالي 44,790 طالب، 27,000 طالب شهادة تعليم أساسي والباقي شهادة ثانوية بفروعها المتنوعة. نأمل إن شاء الله أن نتوصل إلى صيغة نستطيع من خلالها توحيد هذا الملف بإذن الله. أشكرك دكتور جهاد حجازي، وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة،
حدثتنا من غازي عنتاب. نظم مستاجرو محلات الأوقاف في إدلب وقفة احتجاجية تحت عنوان حق المواطن أولوية، اعتراضا على رفع وزارة الأوقاف إيجارات المحلات ووصلت مبالغ كبيرة بحسب المحتجين. التقرير والتفاصيل. ياخذين المحل من أكثر من 50 سنين، ياخذين فروغ، ياخذين فروغ 3 كليات ذهب. كنا عم ندفع زمان نظام 42,000، صارت 100,000، صارت 100,000 $100، صارت 100 دولار $210، صارت 210 دولار $420، صارت 420 $550. هلا رحمونا مشان ست الجاي كمان يكبسونا عملوها 600، بس ست الجاي شد بيعملوها 900 1000 2000، وما عجبك طلع، لانه نحن لاجئين مضطهدين عندهم. امير الشعب خادم للشعب وليس ظالم، وجاب دولارات وتسخط حكومة الظلم وحكومة الدولارات. عندي جوز اختي بالمانيا مغترب من 35 سنة واخذ كان من مع زمان الفروغ اخذوا 1,200,000، وقت كان الدولار ب 45، بتعرفوا هذه الامور كلها. هلا متفاجئ من وزير اوقاف بروح انا لادفع الاجار، بيطلع عند ابو عمر بيقول لي بدك تعطينا مفتاح الدكان، وما اعطيتنا مفتاح الدكان انت صرت بال 107 عم تحجز اموال المسلمين، انتوا باي ناحيه؟ بتفاجئ بيجوا على المحل بيكسروا المحل وبياخذوا الدكان. رحت لوكيل محامي، رحت على المحكمه لوكيل محامي، ما كانوا يخلوني وكيل محامي. على اين قضاء بدرو؟ انا لمين بدي اشتكي؟ انا زلمه ما خرجت لا ايتي ولا خرجت، احنا جماعه بدنا حقنا ضمن القانون وضمن الشرع. ما بدنا حراميه، ما بدنا حراميه يا ثوره الدجاليه. على امل ان تلقى مطالبهم صدى لدى وزاره الاوقاف، نظم محتجون من اصحاب محال الاوقاف في مدينه ادلب وقفه تحت عنوان حق المواطن اولويه، وذلك لمطالبه وزاره الاوقاف بحقوقهم ومظالمهم. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب. قتل 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون باقتتال بين أولاد عشائري في قرية غزيلة التابعة لناحية القحطانية شمال الحسكة والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقالت شبكة الخبور المحلية إن سبب الاقتتال يعود لخلاف على قطعة أرض بين أولاد عمومة تطور إلى تبادل إطلاق نار نتج عنه 7 قتلى و9 جرحى، مشيرة إلى أن أهالي المنطقة ناشدوا شيوخ ووجهاء العشائر العربية بالتدخل لوقف نزيف الدم بين أولاد العم في ظل عزوف قسد عن التدخل وفق الشبكة. منذ أشهر قليلة افتتحت أم عبد الله مطعما صغيرا في مدينة إدلب لتقديم المأكولات الحلبية. وفاة زوجها وعدم وجود معيل لها دفعها للاعتماد على نفسها في تأمين حاجياتها، فيما يصادف 23 من حزيران اليوم العالمي للأرامل. أنا فتحت المحل أول جمعة أبرك أبكي، ما في طاول، ما صادت خلاص يا أختي، هالست أشهر ببركة شلون من كان بالطول بالعرض خلاص، واللي الله دي يكتبوسي بيكفي إنه بركة جنب الجامع طول النهار، بعرف حالي قريبة من الله، الله يا رب ما لي غيره. والله مشي شهر فتحت المحل والحمد لله الله يسر لي اياه، انا يعني حابه افتحه يعني كنت عم اشتغل بغير مكان، ووقت اللي وقفت شغل كان سعيت انه الله يسر لي هذا المحل والحمد لله الله يسر. لا اذا حدا طلب بنساوي يعني طلب، بس الحمد لله دائما موجود، بس شيء على القد يعني شيء خفيف لانه ما في حركه. كبده بيتوتيه يعني فعلا، ما في ناس بيجوا بياكلوها بيقولوا لي فعلا نحن ما تقارن هيك بهالجوده وهالطعمه، والحمد لله ما رح نمدح بحالنا، بيجي اللي بياكله اللي بياكل عجبته بيرجع لحاله، ما عجبته بروح ما برجع، فالحمد لله في اكثر ناس عم ترجع بفضل الله طبعا. إن الله يسر لي ان شاء الله، ما متنا ضليت عم بشتغل، لا شفت حالي انه ما بستفيد شيء وممكن اخذ فتره اوقف فتره يعني.
أملي بالله إنه إن الله راد أكبر المحل إذا مشي حالي، مثل ما الله يسر لي هالمحل بيسر لي هذاك، وإن شاء الله يعني هذاك وقت ما بناخده أكبر شوي وبركي شوي قريب على البلد لأن هون الحركة ضعيفة، وبعود ساي مطبخ للأكل ومعرض بنفس المكان، بس إن شاء الله بس هيك يصير حركة إن شاء الله. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.